بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أبنائي طلاب الثانوية العامة، طبعا إحنا داخلين على فترة الامتحانات، كلنا طبعا قلوبنا معاكم وكلنا بندعي لكم، وعايزين طبعا التفاؤل والأمل يكون موجود عندنا، لأن زي ما إحنا شفنا الامتحان التجريبي كان امتحان على قدر كبير جدا من الاستيعاب اللي إحنا قدرنا فعلا نحله، وعشان كده احنا بنقول ان هو مش هيختلف اختلاف كبير جدا عن الامتحان اللي هو جالنا في الامتحان التجريبي. طبعا احنا مش عايزين نقلق، واكيد طبعا شفتوا التصريحات اللي قام بيها السيد الوزير، وزير التربيه والتعليم، طبعا مشكورا قال ان احنا هنستغنى تماما عن موضوع التابلت وهنركز تماما في البابل شيت. هنبدا نعمل ايه؟ طبعا زي ما احنا بناتي وولادي عارفين ان احنا هنبدا في البابل شيت، هنركز كويس قوي قوي على الاسئله، وهنبدا نختار، لان احنا عندنا الاختيارات السؤال الواحد بيبقى مكون اختياراته من الف وب وجيم ودال، وزي ما احنا هنشوف دلوقتي على الشاشه هنا هيبقى في البابل شيت، بحيث ان انت تبقى عارف، واكيد طبعا انت اتعودت عليه في الامتحان التجريبي. طبعا انا عندي الف وب وجيم ودال، طبعا انا هركز كويس جدا وانا بختار، واختياري لازم يكون محدد بالقلم الرصاص، وبعد كده انا هعمل لنفسي سيستم بقى، ايه هو؟ ان انا هفضل اجاوب بالقلم الرصاص اختياراتي كلها كامله، وبعد كده ابدا ان انا اخر 10 دقائق هبدا اعمل ايه؟ ابيض بقى انا عندي بالقلم الايه؟ الازرق. وهتكون معانا مسطره كويسه كده، بحيث ان انا عينيا ما تتخيلش بقى في ان انا احط اجابه حاجه تانية في ايه؟ في سؤال تاني، لا، هيبقى الموضوع محتاج تركيز كويس جدا علشان اقدر ان انا ابذل كل ايه؟ حاجه. تمام؟ طيب، في حاجه طبعا عايزين برضو نعرفها، ايه هي؟ ان اول ما تبدا الامتحان ابدا ركز على ورقه الاسئله اللي هتجيلك، اللي هو بكره اللي هيجيلك بتاع الاسئله، وانت هتطبق في البابل شيت. اخر حاجه ممكن ان انا افكر فيها عشان ما تشغلش دماغك، سيستم وقع، لا انا مش عارف اجاوب، لا انا عندي مشكله في التابلت، اخر حاجه عشان تسجل حضورك عليه، وبعد كده تبدا ان انت تشوف هتعمل ايه. طبعا احنا عارفين ان الاسئله اللي هتجيلنا مش هتجيلنا بقى اسئله زي ما انتم فاهمين بتاعت السنين اللي فاتت بتاعت الثانويه العامه، نظام الحفظ والتلقين، لا، احنا عايزين نرتقي بكم شويه، بحيث ان انتوا يبقى عندكم حاجه اسمها الفهم، حاجه اسمها ان انتوا فهمتوا ايه من المحتوى، ما دلاله كذا، ما ايحاء كذا، انت الفقره اللي قدامك دي قدرتي في الاخر تستنتجي منها ايه؟ يبقى انا عندي الاستقراء وعندي الاستنتاج، وهيبقى عندي استنباط كتير جدا كموضوع القراءه، انا استفدت منه ايه؟ وهيبقى طبعا قراءه متحرره زي ما انتوا عارفين، بنفس الحكايه النصوص، بس انا بطبق عليها الحاجات اللي انا اخذتها. يعني احنا خدنا مثلا في النصوص، خدنا مدارس معينه كتير جدا، خدنا مدرسه الاحياء والبعث، وخدنا الكلاسيكيه، وخدنا مدرسه الديوان، وخدنا مدرسه ايه تاني يا مريم؟ مدرسه المهاجر. خدنا مدرسه المهاجر، ومدرسه الواقعيه، ومدرسه أبولو. برافو يا مريم. برافو مريم. طيب احنا دلوقتي بنقول ان احنا خدنا تجربه الامتحان اللي هو التجريبي، وعشان كده طبعا فكره البابل شيت هي فكره هتساعدنا كتير، وده هيكون الفيصل اللي بينك وبين الوزاره، يعني انت عشان ما تقوليش انا اتظلمت، لا ده في حاجه، لا احنا خلاص النظام البابل شيت ده هيقدر ان هو يساعدك في ان انت تحصلي ان شاء الله على الدرجات بتاعتك بما يرضي الله، زي ما ايه؟ ما احنا بنقول. طبعا فاضل 10 ايام، فاضل 10 ايام على طبعا الامتحان، فاحنا عايزين يبقى عندنا جد واجتهاد وعندنا مصابره كتيره جدا. طبعا احنا عندنا دلوقتي كيفيه حل البابل شيت زي ما احنا قلنا، هيبقى البابل شيت زي كده قدامك اهو على الشاشه، هبدا ان انا اكتب بياناتي كلها كامله، بحيث ان انا ابقى مطمن ان دي تبقى ورقتي، بياناتي كلها كامله، وانا ابقى وانا واقف في اللجنه استمع للتعليمات، لان ممكن تيجي لك تعليمات جديده داخل اللجنه، دي حاجه. الحاجه الثانيه انا كمان هبدا ان انا اختار بالقلم الرصاص زي ما قلت، وبعد كده ابيض بالقلم الايه؟ الازرق. في حاجات تانية لازم نعملها، خلي عندك ثقه وانت بتجاوب، لان انت دايما بيبقى عندك اربع اختيارات، في اتنين مستبعدين تماما انا ما بفكرش فيهم، انت هتشتغل على فكره الاستبعاد، في اتنين مستبعدين وفي اتنين انا ممكن افكر فيهم هتبقى دي منهم الايه؟ اجابه. فاهمين معايا الكلام ده؟ والكلام ده انتوا عاوزين معايا عليه ان شاء الله. طيب احنا دلوقتي بنقول ايه بقى؟ عايزين هنا نتكلم على الجزئيه الثانيه، ان احنا بنقول ان اللغه العربيه طبعا عليها 80 درجه، 80 درجه انت هتاخدهم وتحصل عليهم من خلال 3 ساعات. 3 ساعات ده انا عايزه يبقى كل تفكيرك في قلب الشيت اللي معاك، مالكش دعوه باي حاجه، اي مشكله تحصل، اي حاجه مالكش دعوه، انت قاعد، انا داخله النهارده عشان في 80 درجه انا هحصل عليهم.
احصل عليهم بجدي واجتهادي. ونخلي بالنا احنا عارفين ان السؤال بتاع التعبير اختلف. زمان كنا بنقول لك احفظ مقدمه ودي خاتمه ويلا قول الكلمتين دول وهتنجح، لكن احنا بنقول ايه دلوقتي؟ مفيش الكلام ده. انت عندك التعبير هيجي لك من القواعد وهيبقى نظام اختيارات، هيجيب لك جمله فيها مثلا الهمزات المتطرفه كلها غلط، وهتبدا ان انت يجي لك اربع جمل تختار منهم. ده نوع وسؤال من ضمن اسئله التعبير. تمام. ايه تاني عندي كمان غير السؤال بتاع التعبير كده؟ ممكن يجيب لي صوره وانت بتعلق عليها، يعني هتبقى عباره عن ايه يا مريم؟ صوره وانت ايه تعمل عليها؟ تعليق. هيديك برضو التعليق ده مش هيسيبك لوحدك، هيديك اربع اختيارات زي ما قلت لك يا كريستين قبل كده. هستبعد ايه؟ هنستبعد اتنين، ويبقى في اتنين في ذهننا هنركز عليهم. طبعا احنا جايبين نموذج امتحان اهو النهارده عشان نعرف نحله مع بعض، وعايزه يبقى في ثقه، ودايما استبشروا بالخير ايه؟ تجدوه. عشان كده احنا بنقول ان احنا لازم نكون عندنا امل وعندنا ثقه ان ربنا عمره ما هيضيع مجهودنا ابدا. تمام؟ طيب ونستعين كده بالله ودايما نكون متفائلين، لان والله فعلا الامتحانات ان شاء الله هتيجي حلوه، هتيجي كويسه جدا، بس انت حاول تبقى عندك ثقه في نفسك ان انت تحل، وان شاء الله هيكون ربنا مش هيضيع تعبكم ولا تعب اولياء الامور طبعا، وان شاء الله خير ونفرح بكم كلكم ان شاء الله. ناخد اول نموذج كده معانا، الصفحة الأولى اللي هي صفحة الأدب، النموذج الأربعين اللي احنا قلنا عليه. أول حاجة هنا بيقول لك إيه؟ حفل شعراء المهاجر بالتأمل في الكون وحقائق الحياة. طبعا احنا عارفين إن شعراء المهاجر كانوا بيهتموا بإيه؟ حد فاكر؟ اللي هو التأمل؟ التأمل، التأمل في الكون وحقائق الحياة، وعندهم النزعة الإنسانية، عندهم النزعة الروحية. فاكرين الكلام ده كله؟ طيب احنا بنقول ان شعراء المهاجر مشهورون بحاجه، يعني اللي هي المغالاه في ايه؟ في التعبير. المغالاه في التجديد يا مريم عملت فيهم ايه؟ اوقعتهم في ايه؟ برافو عليك يا مريم، اتكلمي في الميكروفون اللي عندك اهو. يبقى هقول ان احنا عندنا ان مدرسه المهاجر قدرت ان هي تجدد، ومن ضمن المغالاه في التجديد ان هم اوقعوا في اخطاء كثيره جدا في اللغه، وده كمان لبعدهم عن اللغه العربيه، لان انتوا زي ما انت عارف يا هادي ان هم كانوا فين؟ كانوا عايشين في امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه بعيدا عن الوطن. طيب هو لما يجي يسالني ويقول لي ايه هو التناقض الغريب اللي كانوا عايشين فيه مدرسه المهاجر ما بين ان هم بيحبوا الطبيعه جدا، لكن في نفس الوقت هم عندهم نزعه تشاؤميه للموت، يعني خايفين من الموت، تفتكروا ليه التناقض اللي كان هم عايشين فيه ده؟ ليه لما قلنا ان هم كانوا خايفين يسيبوا ايه؟ يسيبوا ايه؟ الطبيعه يستمتع بها ايه؟ غيرهم. فهماني يا كريستين؟ طيب يبقى ده اول سؤال ممكن تجاوب لنا يا هادي السؤال ده. بيقول لك حفله شعر المهاجر بالتامل في الكون وحقائق الحياه، الاجابه دي صحيحه ولا خطا يا هادي؟ يبقى هنا اجابه صحيحه. السؤال الثاني، جسد شعراء المهاجر الامور الغيبيه وجعلوها حيه تشاركهم حياتهم بسبب الموازنه بين القيم الروحيه والماديه. مريم مريم عصام، السؤال ده هنا اجابه خاطئه، لان هم طبعا كانوا بيعتمدوا على الايه؟ النزعه اللي هي الروحيه. هنا بيقول لك اذا شئت ان تسير وحيدا واذا اعترتك مني ملاله فامضي لكن ستسمع صوتي صارخا يا اخي يودي الرساله. ده اللي هي بتعرفه. يؤدي الرساله. هو ده. هنا يدل البيتان السابقان على سمه موضوعيه عند شعراء المهاجر. تفتكري ايه هي يا كريستين؟ هتبقى ايه كريستين؟ خطا. هنا طبعا الاجابه هنا هتبقى اجابه خاطئه، لان الصواب هنا هو عندهم نوع من انواع التامل في النفس الايه؟ الانسانيه. السؤال اللي بعده، مريم سيف، لجأ شعراء المهاجر إلى الله بالشكوى ويدعون إلى المحبة ويؤمنون ببنماء جوهر الإنسان، دي نزعة روحية؟ الإجابة صحيحة، برافو عليك. مال شعراء المهاجر إلى الرمز قاصدين بذلك دلالات تستنبط من القصيدة؟ كريستين؟ صح طبعا إجابة صحيحة، لأنهم كانوا بيميلوا ميل كل إلى الرمز. نيجي بعد كده نشوف البلاغه. طبعا احنا عارفين البلاغه هتكون تطبيق على اهم قواعد البلاغه اللي احنا اخذناها على مدار الثلاث سنوات، وبرده هتخلو من الحفظ، لان هي هتركز لي على حاجه مهمه جدا وهي الفهم. ازاي اقدر انا اكون انسان بليغ عندي حس بلاغي هقدر من خلاله افسر الحاجات اللي انا عايزاها.
هنا بيقول ايه بقى؟ بيقول ظمأ على ظمأ وليس لمهجتي ري سواك يبل حر ظماي. يا مهد احلامي ومتعة خاطري ومناط امالي وفيض رجائي، انت الحياة ولا ازيدك بعدها وصفا فذلك منتهى ايفائي. كم ذا تشع بخاطري فاغيب عن صحبي ولا اصغى الى خلصاني، واضل اسبح في هواك والتقي بك في الخيال وانت عني نائي. طبعا كلمه نائي يعني بعيد. فهنا طبعا بيقول لك هنا مصدر الموسيقى في الابيات كان مصدره ايه؟ حسن التقسيم. هنا حسن التقسيم في الابيات واضح جدا لان دوت شعر، واحنا عائلين ان احنا عندنا المحسنات البدعيه اللي هي المحسنات اللفظيه دايما بتبقى مندرجه في الشعر غير الايه؟ غير النثر. احنا عندنا في الشعر هتنقسم ما بين الجناس مشترك بين النثر والشعر، وعندي كمان بالنسبه للشعر بس هيبقى حسن التقسيم مع التصريع في اول بيت فقط. اما بالنسبه للنثر فانا هحط كل اتجاهي في ان هو هيكون سجع، هيكون ازدواج، هيكون طبعا جناس، لان الجناس مشترك بين ايه وايه؟ بين النثر وبين الايه؟ السجع، بين النثر وبين الشعر. تعالوا نشوف بقى الجمله دي. مريم عصام، مصدر الموسيقى في البيت احنا خلاص قلنا ان هو حسن تقسيم. طب نوع الصوره فيه يا مهد احلامي، الصوره هنا مبتكره ولا متداخله ولا كليه ولا ممتده؟ متداخله. هنا الصوره متداخله، برافو عليكي. وكلمه متداخله عندي لان انا عندي هنا يا مهد احلامي، الصوره متداخله اللي هم عاملين لي صورتين داخل ايه؟ بعض، زي الصوره المتداخله هي الصوره المركبه. انما الصور الكليه، مين فاكر كنا بنقول الصور الكليه دي ايه؟ اللي هو الفنان الذي يرسم ايه؟ الشاعر مثل الفنان يرسم لوحه فنين. جميله. اللوحه دي مكونه من ايه؟ برافو عليك يا مريم، من صوت ولون وحركة. دي الصورة الكلية. تعالوا نشوف الجزء الثاني. مريم، طب قولي يا كريستين، اللون البياني في كلمة حر ظمائي، حر ظمائي في البيت الأول نوع استعارة دي ولا إيه؟ هنا مدينا الاختيارات، يا ترى تشبيه ولا استعارة مكنية ولا استعارة تصريحية ولا مجاز مرسل؟ زي ما قلت لنا كريستين هو عبارة عن استعارة مكنية. هادي وجدان الشاعر في الابيات، هنا عنده حزن على الرحيل ولا عنده اعجاب ولا الصبابه والعشق؟ كلمه الصبابه معناها الشوق، ولا يا ترى عندنا السعاده بلقاء المحبوبه؟ الصبابه والعشق. هنا الصبابه والايه؟ والعشق. شكرا يا هادي. تجربه الشاعر في الابيات، يا ترى هي التجربه، احنا قلنا عندنا كم نوع من انواع التجارب؟ حد يعرف ايه هم يا مريم؟ اتفضلي. تحولت ذاتيه، تحولت الى عامه. تمام، برافو عليكي. يبقى انا عندي تجربه ذاتيه ودي خاصه بنفسي ايه؟ الشاعر. اما التجربه العامه انا بتكلم عن موضوع عام يخصنا كلنا، انما تجربه ذاتيه تحولت الى عامه زي ما حصل مع مين؟ مع شوقي، احمد شوقي في المنفى لما كان بيتكلم عن نفسه وعن الغربه وقد ايه بلده ووطنه وحشوه جدا وهو حاسس بالحنين للوطن، وبعد كده لقيناه ان هو بيتكلم على المستعمر اللي لازم يمشي من البلاد. تمام، الله ينور عليك. الجزء اللي بعديه بيقول لك هنا ايه؟ في البيت الثالث من علم المعاني. اول لما يقول لي علم المعاني يبقى انا عندي ايجاز، عندي اطناب، عندي اسلوب خبري، عندي اسلوب انشائي، عندي اسلوب التنوع بين الخبري والايه؟ والانشائي، اللي هو انشاء لفظ الخبري ايه؟ معنى. اسلوب انشائي او غير طلبي برضو هنا موجود. فهنا طبعا هيقول لي في البيت الثالث من علم المعاني اسلوب انشائي غير طلبي. هنا اسلوب انشائي غير ايه؟ طلبي. غير طلبي، لان هو طبعا ما جايش ايه؟ مش جاي صريح، مش جاي صريح. احنا قلنا انشائي طلبي زي ايه؟ فاكرين الاغنيه كنا بنغنيها اللي هو امر نهي استفهام نداء تمني رجاء؟ يبقى احنا بنقول ان اول لما يقول لك هات اسلوب انشائي كنا دايما بنفكر ان هو قسمين، عندي اسلوب خبري طلبي واسلوب انشائي طلبي واسلوب انشائي غير طلبي. اللي هو الطلب اللي هو امر نهي استفهام نداء تمني رجاء. اما اللي هو غير طلبي طبعا كان في منه اللي هو كم الخبريه وايه تاني؟ واسلوب المدح والايه؟ والذم. تمام. نيجي بعد كده بيقول قال ميخائيل نعيمه تدبين دب الوهن في جسم الفاني
وأجري حسيسا خلف نعشي وأكفاني، فأجتاز عمري راقدة متعثرة بأنقاضي أمالي وأشباح أشجاني، وأبني قصورا من هباء، وأشتكي إذا عبست كف الزمان ببنياني. ففي كل يوم لي حياة، ففي كل يوم لي حياة جديدة، وفي كل يوم سكرة الموت تخشاني. كلمة راقدا في الأبيات هنا، طبعا احنا عارفين ان انت بتعتمدي على الحصيلة اللغوية بتاعتك. احنا عندنا حصيلة لغوية، احنا مش هنطلع من الثانوية العامة يا جماعة فاضيين، مش هنطلع كده، لا، احنا لازم يكون عندنا مفردات للغة هتحتاجيها. لغة القرآن الكريم، عشقنا للغة، لازم يكون عندنا هوية. فانت لازم يكون عندك مفردات للغة، تقدري ان انت من خلالها تقدري تتعايشي مع المجتمع اللي حواليك. فاحنا بنقول ان اللغة، انا لو لقيت عندي كلمة صعبة، يا ميس في كلمات كتيرة جدا صعبة عليكم انا عارفة، بس ده بيرجع لايه؟ لان انتوا ما بتقراوش كتير. طبعا احنا بنقول باخد الكلمه وبحطها في السياق بتاعها، وببدا ان انا ابدا اعمل ايه؟ اقراها في السياق، هبص الاقي المعنى بيجي معايا، وهو بيديكي اربع ايه؟ اختيارات. ده بيساعدني كتير جدا. يعني الطريقه الجديده دي بتساعدك قوي قوي في ان انت فعلا تقدري تحطي نفسك على الطريق الايه؟ الصحيح. طيب تعالوا نشوف كده الجزء اللي بعده. هنا بيقول لك ايه بقى؟ كلمه راقدا. اتفضلي كده يا مريم يا عصام. اتفضلي حبيبتي. ايه؟ بطيئا. هتبقى كلمه راقدا طبعا معناها بطيئا. تمام. طبعا هنا الشاعر ميخائيل نعمه من شعراء المهاجر. من شعراء ايه؟ المهاجر. اللي هم عندهم ايه مريم؟ عندهم مغالاه في التجديد. وايه تاني؟ والتامل في الكون. في الكون والنزعه الروحيه. تمام، شاطره يا مريم. هنا طبعا بيقول لك ايه؟ انا عندي هنا مضاد كلمه اجتاز. انا عندي اجتاز، لما اعرف معناها هعرف اجيب المضاد. كلمه اجتاز يعني ايه؟ عبر. صح كده. ايه تاني؟ تخطى. يبقى اذا لما يجي يقول لي عكسها ايه، هقول له ايه؟ هادي. اتفضل. اتوقف، لان هي معناها الواحد بيستمر، الواحد ان هو بيعبر، الواحد طبعا بيستمر في اللي هو فيه. كريستين، اللون البياني في كلمه ابني قصورا من هباء. ابني قصورا هتبقى تشبيه بليغ. تشبيه بليغ. طبعا احنا كنا متعودين دايما نقول ان اي فعل واي اسم بيجي لك بيديك استعاره ايه؟ مكنيه. لان هنا في حاجه بتحصل ايه؟ يعني حد بيعمل حاجه مش بتاعته، يعني في خيال هنا، فعل بيتعمل مع حاجه خياليه، فطبعا يديك استعاره مكنيه. لكن هنا هو بيقول لك القصور دي شبهها بان هي ايه؟ هباء. يبقى التشبيه البليغ هنا غلب الاستعاره الايه؟ المكنيه. تمام. يجي بعد كده بيقول لك المحسن البديع في البيت الاخير. البيت الاخير اللي هو بيقول ايه؟ يلا مع بعض كده. ففي كل يوم لي حياه جديده، وفي كل يوم سكره الموت تخشاني. كريستين، طباق. لان انا عندي كلمه حياه جديده وعندي سكره الموت، دي بدايه ودي ايه؟ نهايه. دي موت ودي ايه؟ حياه. يبقى الاثنين عكس بعض، هتقول عليها اللي هو طباق، اللي احنا كنا بنقول عليه زمان واحنا صغيرين التضاد. وطبعا احنا عارفين في فرق كبير جدا بين المقابله وبين الطباق. حد فاكر؟ اتفضلي يا مريم. بين جملتين، لكن الطباق بيبقى كلمتين. تمام. انا عندي ان دايما الطباق بيكون بين كلمتين، اما المقابله شطر عكس شطر، بيت عكس بيت، هي عباره جمله عكس ايه؟ عكس جمله. طيب اللي هو بنقول عليه اللي هو تقابل الجمل مع بعضها. الابيات تمثل غرضا جديدا، وهو غرض ايه؟ اتفضلي يا مريم. مريم عصام. الدعوه للتامل في النفس. الدعوه في التامل ايه؟ في النفس. طب حد يفتكر حاجه لما اقول لك الدعوه للتامل في النفس؟ في المهاجر. برافو عليك، دي سمعت من سمات مين؟ مدرسه المهاجر. لاحظنا ان احنا مدرسه المهاجر بنتعامل معاها كتير جدا، لان هي من احب الشعر القلب مين؟ العرب، زي ما احنا قلنا. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا العلاقه البلاغيه بين نعشي واكفاني. الحله وغطاها. نعشي واكفاني، فاكرين؟ اتفضلي. مراعاة النظير. مراعاة النظير. احنا قلنا ان احنا عندنا حاجه من ضمن المحسنات اسمها ايه؟ مراعاة النظير. مراعاة النظير هنا هي عباره عن الشيء اللي بيلزمه شيء اخر، ما بيستغنوش عن بعض خالص، زي القلم والايه؟ والقرطاس، الفارس والايه؟ والحصان، المدرس وطلابه. هنا طبعا بيقول لك الايه؟ النعش وايه؟ والكفن. طبعا الاثنين ملازمين لبعض، فهي عشان كده انا بقول ان هو هنا مراعاة ايه؟ مراعاة نظير. شكرا يا هادي. تعبر الابيات عن، يا ترى هنا في سقطات للشاعر، يعني في اخطاء،
ولا تعثره في الحياة، ولا تداول الأيام، ولا حياة الشعر الحزينة. أولا أنا في اتنين لازم أستبعدهم، اللي هو سقطات الشاعر وتداول الأيام. دول أستبعدهم تماما. يبقى أنا عندي كام حاجة هفكر فيهم؟ لو مشيتي بطريقة الاستبعاد هترتاحي علشان ما تشتتيش فكرك. يبقى انا في اتنين انا هستغنى عنهم تماما لان هم مش هيبقوا موجودين معايا، وفي اتنين هبدا اركز فيهم. فطبعا هيكون الاختيار معايا ايه هادي؟ تعثره في الحياه. تعثره في الحياه، لان هو هنا بيشتكي، هنا في ايه؟ شكوى للنفس الايه؟ الانسانيه اللي جواه. طبعا هنا بنتكلم عن المنفلوطي، وطبعا كلنا عارفين ان دوت يعتبر نثر. والمنفلوطي مين الايه؟ المحافظين، اللي بيحافظوا على اللغه، اللي بيحافظوا على التراث، اللي بيحافظوا على القرآن الكريم. والكلام ده طبعا احنا خدناه وعارفينه كويس جدا. فعشان كده بنقول ان المنفلوطي كان بيكتب دايما مقالات ليها نوعين. هو احنا عندنا اصلا كم نوع من انواع المقال؟ عندنا ثلاث انواع من انواع المقال. مقال نزالي اللي هو بتاع المعارك الادبيه بين الشعراء والادباء، وعندي مقال فلسفي زي زكي نجيب محمود، ده مش مشهور جدا بيه، هو ابراهيم الفقي. وعندنا طبعا اللي هو النوع الثالث اللي هو الايه، المقال ايه اللي هو نسيتوه. عندي كم مقال؟ عندي مقال نزالي، ومقال فلسفي، ومقال ايه اللي هو الاجتماعي. نيجي بعد كده نتكلم على الجزئيه دي. هنا بيقول لك ايه؟ ليس معنى الوجود ان يتخذ المرء لنفسه فيها نفقا يتصل اوله بباب مهده واخره بباب لحده، ثم ينزلق فيه انزلاقا من حيث لا تراه عين ولا تسمع دبيبه اذن، حتى يبلغ نهايته كما تفعل الهوامة والحشرات والزحفات على بطونها من نبات الارض. وانما الوجود قرع الاسماع واكتذاب الانظار وتحريك اوطار القلوب واستثارة الالسن الصامتة وتحريك الاقلام الراقدة، فعظماء الرجال أطول الناس أعمارا وإن كسرت حياتهم، وأعظمهم حظا في الوجود وإن قلت على ظهر الأيام حياتهم. هنا طبعا بيقول لي معنى كلمة مهديه. طبعا أنا قلت لكم لازم يكون عندنا المعنى، وهيجيب لي المضاد، ولو قال لي كلمة تقابل برضو اللي هو التضاد، وهيجيب لي هنا اللفظة دي ليها دلالة وليها إيه تاني؟ إحاء. تمام؟ مريم عصام، يلا يا مريم. نتكلم هنا، نكمل بقى معنى كلمة مهدي اللي هي بدايته. تمام. فاصل سريع يا جماعة طيب، ونرجع تاني. والطالبات، ورجعنا تاني معاكم علشان نكمل بقيه حل الامتحان، اللي احنا بنحاول على قد ما نقدر نطمنكم ان الدنيا كلها ان شاء الله تبقى كويسه. ونكمل تاني، كانت اخر حاجه مريم بتجاوب معايا، كنا بنقول يا مريم ان كلمه مهديه معناها قلتي اللي هي بدايته. تمام. طيب الكلمه اللي بعديها بيقول لك مضاد الوجود. انا طبعا زي ما احنا اتعودنا عشان اعرف يعني ايه المضاد اجيب الايه؟ المعنى. تمام. يا رب نعلي صوتنا. اتفضل يا هادي. هتبقى العدم. هتبقى العدم، لان الوجود معناه عكسها تبقى ايه؟ العدم. مصدر الموسيقى في النص، نخلي بالنا النص هنا ايه؟ مقال. والمقال لما بيكون فيه موسيقى يبقى مش هيخرج عن سجع والازدواج ولو فيه جناس. يبقى انا ما عنديش هنا ايه؟ ما عنديش في النثر ولا تصريع ولا عندي حسن تقسيم. اتفضلي يا كريستينا. مصدر الموسيقى في النص هيبقى السجع. هيبقى السجع طبعا هنا، ولو في ازدواج هيبقى برضو ازدواج. تمام؟ تمام. هنا بيقول لك ايه بقى؟ بنات الارض، كنايه عن موصوف. ايه هي اللي نبات الارض دي؟ كنايه عن موصوف. شوفيها كده في القطعه يا مريم. اتفضلي مريم سيف. هتبقى الحشرات. هتبقى الحشرات، هي دي نبات الارض اللي هو المقصود بيها، اللي هي الحاجات اللي هي بتطلع منين؟ من الارض. وبرافو عليك، لان هو برضو كاتبها فوق في الجمله اللي هي الهوام والحشرات. وانما الوجود قرع الاسماع. اسلوب مؤكد بايه؟ قرع الاسماع يعني مسموع جامد يعني.
هنا الاسلوب، هنا اسلوب قصر. انا عندي اساليب القصر، كنا بنقول ايه؟ يا اما تعريف ركني الجمله الاسميه اللي هي المبتدا والخبر، يا اما لا ايوه تمام تمام يا ريس. طبعا احنا عندنا هنا اللي هو الاسلوب القصر اللي هو بانما، تعريف ركني الجمله الاسميه المبتدا والخبر. كمان عندي اللي هو النفي والاستثناء، وكمان في القصر اللي هو التقديم والايه والتاخير. ان انا اخلي الجمله عندي ممكن تكون جمله مكونه من فعل ومفعول به وفاعل، مع ان الترتيب اللي هو موجود معايا بيقول لي ان هو لازم يكون ايه فعل وفاعل ومفعول به. فدايما لما بيكون عندي تقديم وتاخير اللي هو التقديم حقه والتاخير، وعندي كمان اللي هو تقديم الجار والمجرور. ناخد دلوقتي طبعا الجزء اللي بعده، بيقول لك هنا ايه بقى؟ ان الاسلوب القصر هنا ايه كريستينا قلنا؟ القصر بانما. القصر بانما تمام. البيان في كلمه الالسن. كلمه الالسن، كلمه الغلام، احنا قلنا دايما لما بكون كلمه واحده بتديك استعاره تصريحيه صح؟ لكن انا قلت لك خلي بالك من حاجه، لو جاب لي كلمه الغلام كلمه الالسن هو المقصود بيها حاجه ثانيه. مجاز ايه دي؟ دي مجاز مرسل تمام؟ يبقى خلي بالك من الحته دي كويس قوي، تعلموا عليها عشان دي مهم عندكم. تمام. هنا بيقول لك هنا ايه معنى الوجود من وجهه نظر الكاتب، هيبقى من وجهه نظر الكاتب يا كريستين. احنا هنا دلوقتي بنقول ايه؟ بنقول ان معنى الوجود من وجهه نظر الكاتب مديكي اربع اختيارات صح كده؟ تمام. الاختيار الاول اتفضلي اقرايه. البقاء الاطول. علي صوتك شويه، ارفعي صوتك. البقاء الاطول. تمام. وحب الظهور الدائم. ايوه. وحب الكلام والعمل لصالح الابقى. طب تفتكري الاربعه دولت، الاربعه اختيارات انا هشيل منهم اثنين استبعاد، تفتكري ايه اللي انا هشيله؟ حب الكلام. تمام. وحب الظهور الدائم. يبقى انا عندي هفكر في كام حاجه؟ في اثنين. العمل الصالح الابقى، وايه تاني؟ وحب الكلام. يبقى انا هاخد انهي واحده؟ العمل الصالح الابقى. تمام. هنا بيكلمني على ان العمل الصالح هو الابقى، لان كل شيء عندي فاني. تمام. واحنا بنقول ان العمل الصالح دايما هو اللي بيكون موجود. يلا يا هادي، الفقره اللي بعديها بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك هنا استخدام الكاتب لاسم التفضيل. احنا كنا قايلين حاجه مهمه جدا على اسم التفضيل ده لما يجي لي صح؟ فاكرينه؟ ايوه. طيب اتفضلي يا مريم يا عصام، فكريني كده. انا قلت دايما اسم التفضيل لما بيجي في مواطن الجمال انا بستخدمه ايه؟ بيعمل معايا ايه؟ يعني زي اجمل والمثال. ماشي. بصي هنا يا مريم، انا دلوقتي لما اجي اتكلم على اسم التفضيل، احنا قلنا اسم التفضيل كان بيفيد ايه؟ بالصفه. وايه تاني؟ والتوكيد. فاكره؟ انا دلوقتي عندي الشاعر او الكاتب لما بيجيب اساليب التفضيل كتير جدا، ده بيدل على ايه؟ على ان هو بيستخدمه من ضمن اساليب التوكيد بتاعته. وكمان هنا استخدمه علشان يجمل لي الصفات اللي هو بيتكلم عنها على صفات الارض. فهو هنا مديني اختيارات، استخدام الكاتب لاسم التفضيل افاد التعظيم، افاد العلو في الصفه، افاد العموم، افاد التحقير. تفتكر هيفيد ايه يا مريم؟ العلو في الصفه. العلو في الصفه، ولو في توكيد هقول ايه؟ التوكيد. معانا يارا. الو. ايوه يا يارا. تمام تمام. هنا بعد كده بيقول لك ايه بقى؟ المقال السابق يعدي مقال ايه؟ اتفضل يا هادي. فلسفي. هنا طبعا مقال فلسفي، مع ان احنا متعودين على ان المنفلوطي بيحب ايه بقى؟ المقالات النزالية. ما معنى المقالات النزالية؟ اللي هي برافو يا مريم، هي عبارة عن المعارك الأدبية بين الأدباء مع بعضهم البعض. وإن كسرت حياتهم في العبارة، هنا يا ترى في توكيد في العبارة وإن كسرت حياتهم، ولا في حذف، ولا في إنشاء، ولا في إطناب؟ في حذف. هنا في حذف، عشان كلمة إن هنا بعديها فعل إيه؟ ماضي. فدايما يديك هنا إيه؟ إيجاز. إيجاز بالحذف. طيب الاستاذ عبد المجيد نافع بيكلمني على ان الحريه دايما ماخوذه من الدين، واحنا علشان نكون عندنا حريه لازم نفهم ديننا كويس. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا جميعا احرار، خلق كل واحد يعمل اللي هو عايزه، بس انا حر ما لم ايه؟ ما لم اضر. انا عندي استعداد ان انا اعمل كل اللي انا عايزاه، ما حدش شريك في انا بتكلم اقول ايه ولا اعمل ايه، لكن كل مشكلتي في الحياه ان انا ايه؟
ان انا اعمل ده بس ما اضرش حد، لان لو انا ضريت حد يبقى انا دي مش فاهمه الحريه صح. كل واحد فينا لازم يفهم حريته كويس جدا، ويا ريت كلنا نصيحه للجميع يا جماعه، انا نحب التواضع جدا، لان التكبر والغرور بيقضي على الانسان. كل ما كان الانسان متواضع ربنا سبحانه وتعالى بيرفعه، انما الانسان المتكبر دايما سبحان الله ربنا مش بيبارك له في حاجات كتير قوي. فاحنا نلتزم بالتواضع لان هو من صفه الايه؟ الانبياء. كل ما الانسان يكون متواضع يكون افضل. فطبعا هنا القطعه بتكلمني على ان احنا لازم نلتزم بالدين ولازم نلتزم بكل حاجه علشان نقدر ان احنا نخطي الحياه الصعبه، الاختبار اللي احنا ربنا حاططنا فيه. معنى كلمه ضوء؟ وجود. عشان انت جبتها فين؟ انا مش بقول الضوء اللي هو ده صح، لكن هو هاتي جيبها من خلال سياق الايه؟ سياق الجمله. زي ما انتم شايفين معانا كده على الشاشه، انا عندي الجمله بتقول اللي هي صفحه 286. الجمله في 286 هنا بتقول ايه؟ واحكم في ضوء الاعمال. يبقى كلمه ضوء هنا معناها وجود. معناها ايه؟ وجود. برافو يا هادي. مضاد كلمه اجل، انا عندي كلمه اجل، ان سيدنا محمد اجل الخلق. يعني ايه اجل؟ اعظم. طبعا احنا لما بنكتب كلمه اعظم دي اقول لك مصر اجل البلدان. طيب كلمه اجل هنا معناها اعظم. هو المتطلب مني هنا ايه؟ المضاد. اجيب المضاد ازاي؟ عكس. يبقى اني واحده هتبقى اوضع. اتفضلي يا كريستين. ايه؟ اوضع. هتبقى كلمه ايه؟ أوضع. اوضع، الشيء الوضيع، الشيء اللي هو الحقير. تمام، دايما عكسه كلمه ايه؟ اجل، حاجه عظيمه. تمام يا شباب، انتوا ما شاء الله عليكم يعني. طب اروح انا ولا اعمل ايه؟ ما شاء الله. طيب نيجي بعد كده للكلمه اللي بعدها، مفرد خصومها. خصومها هتبقى ايه؟ هتبقى خصمها. مفرد ايه؟ برافو عليكي، خصمها. جمع كلمه دين. الدين. اتفضلي يا مريم. مريم سيف. اديان. هتبقى ايه الكلمه؟ وضحي صوتك. هتبقى كلمه جمعها اديان. هتبقى جمعها ايه؟ اديان. اديان، شاطره. نيجي بعد كده نتكلم على الجزئيه الثانيه، العلاقات. بنقول ان انا عندي العلاقات، العلاقات دي طبعا مش هيخلو منها امتحان، لازم يسالني فيها في القراءه المتحرره، هيسالني فيها في البلاغه، هيسالني فيها كمان في ايه؟ لو تفتكروا في النصوص، سواء النثر او الشعر. واحنا خدنا العلاقات مع بعض، احنا قلنا اي اسلوب مؤكد بان هيبقى تعليل لما قبله، صح كده؟ وقلنا كمان ان انا لو انا عندي الفعل المضارع اللي فيه فاء السببيه هيبقى نتيجه لما قبله. الكلام بقوله ده مهم يا جماعه، يا ريت ورقه وقلم وبتكتبوا ورايا الحاجات دي، هتستفيدوا منها كتير جدا ان شاء الله، ويا رب باذن الله نكون وشنا حلو عليكم والكل ينجح باذن الله ويجيب درجات جميله. فطبعا بنقول ان احنا العلاقات مهمه، لما يكون يقول لي علاقه دي نوعها ايه، لو هي تعليل اسلوب مؤكد بان، لام التعليل مع الفعل المضارع يديكي برده تعليل، الفاء السببيه مع الفعل المضارع عامه او فاء زائد فعل مضارع يديكي تعليل، لو لقيتي الكلمه فيها كانت فيها اصبحت دي نتيجه للجمله اللي قبلها، اصبحت وكانت نتيجه للجمله اللي قبلها. عموما بتبقى دايما كان وايه واخواتها بتديكي الاسلوب اللي بعده نتيجه. جواب الشرط نتيجه، لو لقيت عندي بيت الشعر في جواب شرط يبقى هقول ان هو نتيجه لما ايه؟ لما قبله. تعال ناخد الجزء اللي بعده. لو انا عندي علاقه التفصيل، طبعا كلنا عارفين اللي هو تفصيل بعد اجمال، هو عباره عن ايه التفصيل بعد اجمال؟ ان انا دايما بشوف ان الجمله دي كانت مجمله وبدات افسرها. هقول كلمه وبعد كده اقول ايه؟ ومنها كذا وكذا وكذا، اللي هي تعدد بالعطف، يا اما وكذلك كذا وكذا، يديكي تفصيل بعد اجمال. انما العلاقه التوضيح لما بيكون عندي الجمله الاسميه بتبدا جمله جديده، لما تبدا الجمله الاسميه بجمله جديده زي اعيش حياتي بلا بلا ايه؟ بلا ياس. اعيش حياتي بلا ياس، فهي حياتي، انا وضحت فهي حياتي، يبقى كلمه فهي حياتي علاقتها ايه باللي قبلها؟ هتبقى علاقه طبعا هنا هتبقى توضيح لما قبله. تعالوا نشوف الجزء اللي بعديه بقى هنا. اتفضلي معايا هادي الاول. اتفضلي يا هادي. علاقه جمله ليتم لي القول ان دين محمد. ليتم هتبقى نتيجه. نتيجه لما ايه؟ قبله. لما قبله. هو بيقول احببت دين محمد وقد صرت على طريقه وذلك ليتم كذا كذا. فهمتوا ازاي؟ يبقى كلمه ليتم نتيجه لما ايه؟ لما قبله. اللي بعديه، الديمقراطيه في الاسلام توصف بانها ايه؟ سؤال سبعه، معلش سؤال سبعه الاول يا مريم. مريم عصام اتفضلي.
الديمقراطية في الإسلام توصف بأنها نظرية ولا غير مشروطة ولا عملية ولا الأولى والثانية؟ هي الأولى والثانية، اللي هي وعلمية. إيه؟ نظرية وعلمية. برافو عليك، اللي هي نظرية وعلمية. يعني تمام. طبعا احنا عارفين ان الديمقراطية في الإسلام نظرية. يعني ايه نظرية؟ نظرية يعني موجودة معايا بينص عليها الإسلام، وعملية ان احنا نتعامل بالحرية في الإسلام، ما عندناش اي ضغوطات او اي عبودية. هنا بيقول لك الو، معانا شيرين. شيرين، اي السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه يا شيرين، ازيك يا استاذه عايده؟ ازيك يا حبيبه قلبي، ازيك يا استاذه شيرين؟ عامله ايه؟ منوره الحمد لله حبيبه قلبي. بجد بجد برنامج جميل جدا يا عايده، ومشكورين. يا رب يخليكي وربنا يوفقك. وصراحه كل الطلبه قاعدين قدام دلوقتي مستفيدين جدا من اللي انت بتقوليه. يا رب يخليكي يا حبيبتي، تسلمي. احنا كل املنا ان كل اولادنا ينجحوا يا رب ان شاء الله، ويبقى اعلى الدرجات كده باذنك يا رب ان شاء الله. يا رب يا رب تفرحي بساره ان شاء الله يا حبيبتي، تفرحي بيها حبيبتي. شكرا لاتصالك يا شيرين. اللي بعده بيقول لك هنا طبعا ايه الكاتب في المقال السابق يعتبر ايه؟ الكاتب في المقال السابق يعتبر منبهرا بديمقراطيه الغرب، معارض لديمقراطيه الغرب، مؤمن باسبقيه الديمقراطيه في الاسلام، ولا محايد في موقفه؟ مريم سيف، هيبقى محايد في موقفه. محايدا في ايه؟ في موقفه. برافو عليكي، لان هنا الكاتب عرض الفكرتين، ما قالش رايه خالص. فانا عندي كاتب مؤيد بيقول فكرته ومتشبث بيها جدا، وفي عندي كاتب بيكون محايد بيقول الفكره، بيعرض فكره الوجه والوجه الايه والوجه الاخر. فهمتوا ازاي؟ وفي واحد تاني بيعرض المشكله وهو اصلا مش محتاج ان حد يقولها، لان هي كلنا عارفين ايه المشكله وحلولها. اللي بعده هنا طبعا هنيجي بقى للنحو، ونخلي بالنا شويه معانا للنحو يا جماعه، ورقه وقلم برده واكتبوا معايا. احنا عندنا النحو برده مش هيجي لك زي زمان، ده هو هيجي لك برده ما بين السطور، الحاجات اللي انت فاهماها، يعني هيجي لك اللي هي الحاجات اللي فيها اختلافات مع بعضها البعض. لما بنحضر مؤتمرات الكلام ده كله للغه العربيه، بنبص نلاقي الاساتذه بتوعنا والناس الكبيره اللي احنا بنتعلم منهم طبعا، يقول لك ايه؟ يعني هيجيب لك العلاقات، يعني مثلا ايه الفرق بين لام التوكيد، وهنا في لام الجحود، وهنا في لام التعليل، وهنا في لام الامر، وهنا في لام المزحلقه بتاعت التوكيد. فاهم ازاي؟ تمام. فطبعا احنا هنا بنقول ان احنا عندنا جزئيه برده كويسه، وهطمنكم ان احنا نعمل الجزئيات دي وتبقى سهله. ورقه وقلم واكتبي ورايا. انا بعرف اللام المزحلقه او اللي هي لام التوكيد، طبعا زي ما كان بيقول لنا استاذنا الكبير استاذ احمد حمدان استاذي وتجراسي طبعا، لان هو يعني علمني حاجات كتير جدا والفضل يرجع له طبعا. كان طبعا بيقول لنا ان لام المزحلقه اللي هي لام التوكيد دي لما اجي بعد ربنا طبعا ان شاء الله، فطبعا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان احنا عندنا لام المزحلقه دي دايما بتخش على خبر ان، دايما تخش على خبر ايه؟ على خبر ان. هقول كده، ان الله ليغفر الذنوب. اللام هنا دخلت على خبر مين؟ ان. على خبر ان. لما بتدخل على خبر ان ايه اللي بيحصل؟ طبعا ما بتغيرش في الاعراب، لكن هي بتعملي لام مزحلقه ولام توكيد. لام الجحود دايما بيسبقها كوني منفي. يعني ايه كوني منفي؟ يعني لازم كان المنفيه تيجي قبل مين؟ تيجي قبل قبل لام الجحود. هقول كده مثلا، ما كان زوجي ليتركني مثلا، يعني ما كان زوجي ليتركني، يعني مستحيل ان هو يسيبني ابدا لوحدي. فهمتوا ازاي؟ يبقى هنا عندي لام اسمها لام الايه؟ لام الجحود. تمام. طيب طبعا بيجي وراه الفعل المضارع منصوب، لكن لو انا عندي لام التعليل هي معناها علشان، بتفيد السببيه اللي هو مثلا اجتهد لانجح، علشان انجح، دي لام الايه؟ التعليل. وعندي كمان اللي هي لام اللي احنا قلنا عليها قبل كده وكتبناها كتير، لام الامر، اللي هي بتيجي في اول الكلام زي كلمه لتعمل الخير، لتكن رجلا. اذا انا عندي هنا كل الكلمات دي بتديكي اللي هي حاجات بتاعت اللام. وطبعا نكمل بقيه النحو بتاعنا. طبعا دي اهم النقط اللي انا يعني حاولت انا اجيبها لكم، وان شاء الله خير يجي منها باذن الله. لتملا الاحلام قلبك، هي علامه تملا، فعل مضارع مجزوم قبليه لام. هي اللام دي لام ايه؟ لتملا، لتملا دي لتملا، مش دي لام الامر؟ لام امر. بتعمل ايه في الفعل المضارع مريم؟
اتفضلي. لام الامر بتجزم الفعل المضارع. يعني هنا عندك كلمه تملا فعل مضارع ماله؟ هتبقى مجزوم بالسكون. تمام، فعل مضارع مجزوم ويبقى علامه جزمه طبعا السكون. طيب اتفضلي يا كريستينا. اتقي الله تكن اعبد الناس. لما تتقي الله هتكون انت اعبد الناس. تكن هتبقى فعل مضارع مجزوم. احنا قلنا طبعا هنا عشان كلمه اتقي، لو انا عندي الفعل المضارع قبليه امر او قبليه نهي طبعا بيديني اللي هو فعل مضارع مجزوم في جواب الايه؟ في جواب الطلب. في جواب الايه؟ الطلب. طيب يبقى هنا هناخد مختار اللي هو المجزوم. لما نزل المطر اختبأ الناس. هي كلمه لما هنا عارفه ان هي اداه جزم صح؟ لكن جاي وراها فعل ماضي ولا فعل مضارع؟ لما نزل يبقى ده فعل ايه؟ ماضي. تفتكروا لما بيجي معاها الفعل الماضي بتبقى عندي جازمه للفعل الماضي ولا تبقى ظرفيه؟ ظرفيه. طب هنا هختار اني واحده. يلا. طب اسم شرط جازم. يلا حبيبي. اسم شرط جازم. شاطره. يلا يا مريم. تبقى اسم شرط جازم. تمام. ظرفيه. برافو عليكي. اللي بعده علامه نصب المضارع المعتل الاخر بالواو او الياء. كريستينا. بتبقى بالفتحه الظاهره. دايما الفعل المضارع اذا كان معتل الاخر بالواو او الياء بتكون علامه النصب بتاعه الفتحه الايه؟ الظاهره. اما اذا كان معتل الاخر بالواو بالالف هيبقى طبعا الفتحه الايه؟ المقدره. اللي بعده ما كنت لابكي. اللام هنا لام ايه؟ اللام هنا ايه؟ لام ايه؟ لام الجحود. اتفضلي يا مريم. مريم سيف. هتبقى لام الجحود. لام الجحود. تمام. طبعا هنا ابنائي الاعزاء عايزين طبعا انا بشكر مريم سيف حبيبتي وان شاء الله نطمن عليها، وعلى مريم عصام كانت معايا شرفتني برده مريم عصام النهارده، ومعايا كريستينا صلاح شرفت بيكي، وعندي طبعا هادي محمود شرفت بيكم بجد يا شباب ونفرح بيكم ان شاء الله. طلابي واعزائي طلاب الثانويه العامه انا يعني بحب اطمنكم وعايزه ابشركم يكون وش حلو عليكم ان شاء الله، يكون مجموعكم حلو في الثانويه العامه وان شاء الله بامرك يا رب تجيبوا اعلى الدرجات، واتمنى من الله عز وجل ان انا اكون افدتكم فعلا بفضل الله عز وجل، وان شاء الله باذنك يا رب انا عايزاكم ما تخافوش خالص وتبداوا ان انتوا تعملوا ايه بقى؟ انا عايزاكم تستفيدوا النهارده من الحلقه وتخشوا برده وتشوفوا الدنيا فيها ايه؟ ايه التصريحات اللي نزلت جديده؟ ايه اللي اهتمامك باللغه العربيه؟ لان انت عايزاك المعنى لما تيجي تحطيه في قلب السياق هتديكي على طول الايه؟ المعنى بتاعه. ما تخافيش. حاولي على قد ما تقدري، الموضوع بسيط جدا وسهل، بس انت هتفكري شويه لحد لما تقدري ان انت تعبري بر الامان ان شاء الله. عايزاكم تركزوا كويس جدا في البابل شيت، بابل شيت طبعا اللي عندي هيكون على قدر كبير جدا من الاختيار الصعب ان انت تقدري فعلا تجاوبي عليه كويس جدا عشان تحصلي على اعلى الدرجات اللي معاكي، عايزاكي تكوني واثقه من نفسك، خلي بالك عندك 3 ساعات، ال3 ساعات دول مش قليلين. كتير كتير على الامتحان ثانويه عامه ان انت فعلا هتقعدي وهتركزي، لان انت مش بتكتبي انت بتختاري، فاهمه ازاي؟ فحاولي على قد ما تقدري ان شاء الله تكوني على قدر كبير من الوعي وانت بتستبعدي 2 وبتبداي تركزي في 2 تانيين عشان تختاري منهم واحد بس. ونخلي بالنا انا مش هعلم في البابل شيت غير هو مره واحده علشان اقدر احصل على الدرجه بتاعتي ان شاء الله. ماشي. وانا طبعا سعيده بوجودي معاكم ونشكر مخرجنا الجميل ومعد البرنامج والمصور، وطبعا شكرا ورب بالتمنيات والتوفيق، وباذنك يا رب كده نطمن عليكم جميعا، ويا رب يفرح قلوب كل الاولياء الامور اللي مستنيين نتيجه عيالهم ومستنيين الامتحانات بفارغ الصبر، لان فعلا السنه كانت طويله قوي. فالحمد لله ان شاء الله خير. و والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كانت معاكم عيده الفرماوي مدرس لغه عربيه.